مرحبا بكم بقناتي يعود ودراد. اليوم رح نقول وأقلقني الطار بناء على طلب أحد متابعيني للمطرب محمد عبده. تابعوني. الأغنية من على مقام جهاركا. مقام جهاركا هو عبارة عن إظهار لمقام العجم على درجة الفا اللي هي الدرجة الرابعة، وكلمة جهاركا يعني الدرجة الرابعة باللغة الفارسية. جهار كه، جهار يعني أربعة، وكه اللي هي الدرجة الصوتية، فالدرجة الصوتية الرابعة. وإظهار جنس الرست على درجة الدو. إذا رح يكون عنا مي نصف بيمول ورح يكون عنا سي بيمول. سي بيمول رح تخدمنا نعمل عجم على درجة الفا، والمي نصف بيمول رح تخدمنا نعمل رست على درجة الدو. يعني هي استقرار، يعني استقرار مرة على الدو ومرة على الفا. الإيقاع هو إيقاع رباعي بسموه أهل الطائف أو المنطقة العربية السعودية، اللي هو إيقاع المجرور من فن اللي هو فن المجرور. رح نشوف أول شيء إيقاع المجرور اللي هو إيقاع رباعي. اللي حابب يعرف الإيقاع اللي هو رح نبتدي فيه من قرار جواب الفا. فا 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 اللي هو دم تي تك تك تي دم تي تك تك تي دم تي تك تك تي دم تي تك تك. هذا إيقاع اللي هو المجرور. بعد الدم رح ينقال وأقلقني الطار، يعني رح يقول أول شيء أربع جمل إيقاعية اللي هي دم تي تك تك تي 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 دم دو 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 ري ري دو لا سي لا صو فا فا ري فا فا ري فا دو 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 ري دو لا سي ري دو لا صو دو سي لا صو فا 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 مي ري مي ري مي فا ري مي دو ري مي فا صول مي صول لا صو فا. إذا هذا بالنسبة إلى كل الأغنية، هي عبارة عن هدول الأحرف. بيبتدي من وأقلقني الطار اللي هي دو 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 ري ري دو لا سي لا صو فا. تجي الجملة الموسيقية اللازمة فا ري فا فا ري فا مرتين دو 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 ري دو لا سي ري دو لا صول دو سي لا صو فا فا اللي هي وانا مدري الطرقي ولا اللي هي هاي الجملة الموسيقية. وعملنا هون التريل، وعملنا فرداش بالإيد اليمين والتريل بالإيد اليسار. التريل اللي عملناه اللي هو الري مع المي، اللي هي مع مي بيمول. ري دو لا سي ري دو لا صول دو سي لا صو فا فا اللي هي لعند ولا حبي راعيني مي فا مي. هلا هون اللازمة مي فا ري مي دو دول هي دو تو ثري ري مي فا صول مي صول لا صو فا. هون لا صو فا سريعة، هي بسموها نافلة لا صو فا. بيرجع للإيقاع اللي هو فا 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 فا، وبينقال يلا لا يلا لا على نفس الجملة الموسيقية اللي هي وأقلقني الطار. إذا الأغنية جدا بسيطة، غنوها، حاولوا تغنوها مع الإيقاع مع الردم هذا اللي هو إيقاع بسموه إيقاع المجرور، إيقاع رباعي. وإن شاء الله بتمنى لكم كل التوفيق. شكرا للمتابعة.